لما يجي لك مدير فني مصري برضه، يعني قبل ما اخش في سكه او في قصه امام، ولانه امام هيتعامل مع مارسيل كولر، يعني واعتقد انه مستر مارسيل كولر كان ليه سي او ليه كلمه واضحه وصريحه في قصه امام عاشور. انت لما يبقى مدير فني مصري حتى لو جديد جاي بيشتغل معاك لاول مره، يبقى سهل انك تقرب منه، سهل انك تتكلم معاه. لكن لما مدير فني اجنبي شويه في حواجز، شويه في عند كل واحد من اللعيبه طبعا رغبه في انه يحاول يستكشف هو الراجل ده سكته ايه، طريقته ايه، اسلوبه ايه، اقدر اكلمه امتى، اقدر اقول له انا مشكلتي ايه، او ولا الكلام ممنوع، او وجهه النظر ممنوعه. بالتاكيد ده جوه اوضه اللبس شكل من لاعب للاعب حتى مختلف. هو اكيد بيجي بيتعرف على اللعيبه، وبعدين بيسال، اكيد بيشوف ماتشات قبل ما يجي. فعايز ادخل دور هنا كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن سامي قمصان. هنا ليهم دور كبير جدا، كابتن سيد من ناحيه طبعا التنظيم والاداره، كابتن سامي دور فني مهم جدا، قدر يوصل معلومات مظبوطه، قدر يوصل كل صغيره وكبيره عن كل لاعب لمستر كولر والجهاز الفني. مستر كولر واضح ان هو عنده خبرات، ذكي جدا. لما جه اشتغل وقال لكل الناس انا ما عنديش حد اساسي، عندي كل الناس تبقى جاهزه، وده اللي احنا شفناه. راجل وجريء جدا يعني بصراحه، عنده جرأه كويسه جدا وما بيخافش من حاجه. احنا شفنا في قرارين مهمين جدا، قرار محمد الشناوي نهائي افريقيا، اعتقد ان الحته دي يا احمد كان لو مستر جوزيه كان موجود كان، والحضري كان موجود مكان محمد الشناوي، كان هيلعب الحضري. ولو كان موجود ومحمد الشناوي كان الاصابه في نهائي افريقيا ماتش الوداد، كان هيدي محمد الشناوي، لان هو عنده مبدا ان انا الحارس الاساسي او اللاعب الاساسي طالما هو كان ماشي بشكل كويس واتعور او حصل له اصابه ما يطولش فيها، حقه يرجع يلعب تاني. يعني انا يمكن كان ساعتها الحضري كان بيبقى مخبوط جامد وانا بلعب، فالمفروض طبيعي اكمل. فكان يجي يقول لي هو الراجل الاساسي ضحى عشان خاطر الفريق متعور وعاوز يرجع، فحقه انه يلعب. فمستر كولر هنا كانت الجرأه كبيره جدا، كل العالم كان بيقول ان محمد شنو هيلعب في نهائي افريقيا، ماتش مهم، نهائي مهم، بطوله مهمه، لكن هو عنده ثقه طبعا في كل اللعيبه. ادى انا هنا لازم ادي كريدت لميشيل يانكم بصراحة. طبعا لسه هتكلم عليه، هاجي لقصه حراس المرمى بعدين، بس عايز اسالك سؤال كواحد من جمهور النادي الاهلي. يعني انت طبعا كنت نجم كبير في النادي الاهلي، وكنت من جيل ذهبي حقق كتير من الانجازات، وانت شخصيا يمكن اتحطيت في مطبات صعبه وقدرت تتعامل معاها بشكل ناجح. لكن خليني اسالك على مدار من اول ما ابتديت اتفرج على كوره يعني، ومن قبل بسمع كمان على نجوم كتير اتنقلوا او كانوا في يوم من الايام. انا مش هقدر اعتبر انتقال امام من 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 ميتلاند بالشكل بيحاول البعض ان هو يصوره. احنا اتكلمنا على انتقال لاعب من الدوري الدنماركي للدوري المصري، او من ميتلاند الدنماركي للدوري المصري. وخلينا في الاطار ده اصحح او اكد على معلومه مغلوطه حاول البعض انه يصدرها للجمهور، انه فكره انه ميتلاند كان كوبري ومحاوله انه يتم ربط رجل اعمال ياسين منصور بملكيته لنادي ميتلاند على اساس انه النادي يكون معبر او كوبري زي ما احنا بنسميه يعني للنادي الاهلي، هذا الامر ليس له اي اساس من الصحه. ورغم انه الزمالك فرط، او يعني مش هقول مش هعتبر، خليني اقول باع امام عاشور لميتلند، فالاهلي لا يسال مطلقا عن قرار المسؤولين في نادي الزمالك. لكن في النهايه خليني اسالك السؤال المهم، السؤال الجماهير كتير ممكن تكون بتساله على مدار تاريخ طويل جدا من قبل حتى ما اتفرج على كوره، وفي لعيبه بتروح او كانت بتلعب بلاش تروح الاهلي الزمالك، في لعيبه انتقلت من الاهلي الزمالك مباشره ومن الزمالك للاهلي مباشره، وفي لعيبه انتقلت او كانت في يوم من الايام بتلعب في الزمالك وراحت الاهلي والعكس صحيح. هل انت شخصيا كواحد من الجمهور بتحس انه مفيش صفقه منهم صاحبها نفس حاله الضجه اللي حصلت مع امام عاشور؟ لا، في اكيد صفقات زي مثلا كابتن رضا عبد العال، مثلا كابتن رضا عبد العال، كابتن حسام وكابتن ابراهيم، كابتن حسام وكابتن ابراهيم، الحضري برضو اكيد. ايوه، في قبليهم كابتن جمال عبد الحميد. ايوه، كابتن في 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 كباتن راحت بس ما لعبتش كتير، يعني ما تذكرش ان هم راحوا من النادي الاهلي للزمالك. لكن شفنا طبعا من النادي الزمالك للاهلي، شفنا
معتز اينو، شفنا طبعا امام عاشور برضه يعني اكيد. لا في طارق السعيد لاعب، طارق السعيد صديق مش عايز انسى حد، بس انا فاكر ان في ناس لعبت من نادي الزمالك للنادي الاهلي. لكن صفقه امام صفقه اهمها ان هو لعيب كبير جدا، يعني لعيب قوي جدا، لعيب مهم جدا، كونه كمان الى حد يعني معظم الاسماء اللي انت قلتها، حضري، حسام ابراهيم، ابراهيم سعيد، ابراهيم سعيد طبعا، طارق السعيد للاهلي، محمد صديق وغيرهم من الاسماء، كانت دايما بتبقى في مرحله يعني مش عايز اقول نهايه مشوار، ولكن بعد مشوار عطاء كبير جدا مع نادي اللي لعب معاه. كابتن مجدي طلبه، كابتن مجدي طلبه طبعا كان واحد من اهم اللعيبه في نادي الاهلي وكتب تاريخ كبير جدا مع نادي الاهلي. خليني اسالك، هل يمكن عشان امام صغير، هل فكره انه في عز تألقه او في عز في مرحله عطاء كبيره جدا، يمكن الصفقه الى حد ما، انا اسف انا بقول ده، تمثل يعني الم كبير لجماهير نادي الزمالك، ألم يتألموا يعني، وفرحة كبيرة لجماهير نادي الأهلي لأنها مدركة للحجم الإضافة اللي ممكن يمثلها لاعب بقيمة إمام عاشور. أكيد أكيد، كل حد ينتمي لنادي الزمالك من جمهور نادي الزمالك أو أي حد مسؤول في نادي الزمالك، أكيد صفقة إمام صفقة موجعة، موجعة جدا وصفقة قوية، خصوصا إن إمام كان لعيب مهم جدا جدا في نادي الزمالك، كان لعيب له دور كبير جدا واتباع لميتلاند. فانا شايف ان امام مش عايز اقول يعني اكيد نادي الزمالك استفاد ماديا من وراء امام، ولكن هنا بقى القيمه في الفكر، في الـ في الـ في الفيجن اللي قدام، النظره اللي قدام. انت عندك النادي الاهلي النهارده كل النجوم بتاعت النادي الاهلي عندهم عروض. النهارده محمد الشناوي جاله عروض بملايين، ديانج، كل اللعيبه، من باستا، وكل كل اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي جالها عروض. بس امتى تطلع لعيب؟ امتى تستغنى عن لعيب؟ امتى تكرم لعيب زي ايمن اشرف؟ هنا الفكر، هنا الناس بتشتغل صح في النادي الاهلي في المنظومه. قبل كده شفنا ازارو جاله عرض على فكره ب 10 مليون دولار اعتقد، النادي الاهلي قال لا احنا نصبر عشان ما كانش فيه غير ازارو، اعتقد ما كانش فيه حد بديل لي. عندك النهارده حمدي فتحي لما جاله عرض كويس والراجل ادى بشكل كويس وخدم النادي الاهلي والنادي الاهلي شايف ان هو عايز يحترف، وفي نفس الوقت جاب كواليتي كبيره زي امام عاشور. هنا الفكر انك انت النهارده امتى تطلع لعيب، امتى توافق ان على العرض. فانا شايف ان امام في الوقت وامتى وازاي طبعا ازاي دي بتفرق كتير قوي مع الجمهور كمان ازاي طبعا امير، يعني فكره انه انت ازاي هتنهي مشوارك مع النادي الاهلي وازاي هتنهي حتى لو بشكل مؤقت يعني علاقتك بجماهير النادي الاهلي وهتروح طبعاً لنادي تاني، تفرق كتير جدا قدامنا طبعاً. قصص وعبر كتير جدا طبعا طبعا، لانه في النهايه شكل الخروج او طريقه الخروج بتفرق. حتى النهارده شفنا ايمن اشرف. طبعا قبل ما اروح لايمن وانا محتاج كلام منك لايمن، ايه النصيحه اللي توجهها لامام عاشور وهو يبدا مشواره في النادي الاهلي؟ عايز اقول له مبروك ليك النادي الاهلي انك انت موجود في 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 كيان كبير زي النادي الاهلي، الف مبروك ليك، اكيد هتستفاد من خلال النادي الاهلي، اكيد النادي الاهلي هيستفاد من امام، لعيب كبير لازم تحافظ على اللي انت فيه، لازم تحافظ انت ليك اسم دلوقتي، انت راجل دولي منتخب مصر، لازم او ما تدخل النادي الاهلي عارف، خلي بالك هو كان بيلعب في نادي كبير زي نادي الزمالك، فهو بيلعب عارف يعني ايه بطولات، عارف يعني ايه برضو ان هو يلعب دايما على المكسب، دايما على البطولات. بيني وبينك كلمه في سرك، يعني يمكن يكون في عروض تلقاها طبعاً امام طبعاً اكبر من النادي الاهلي طبعاً، لكن قراره واختياره لانه مدرك تماما حجم التاريخ وحجم الانجازات. احنا بنتكلم على لعيبه ما لعبتش شهور في النادي الاهلي، حققت كام لقب، حققت لقب دوري زي لقب زي دوري ابطال افريقيا، مروان عطيه طبعاً، خالد عبد الفتاح طبعاً، لعبوا كاس عالم، حققوا دوري ابطال، حققوا بطوله دوري. فبالتالي الفرصه اللي بيديها الاهلي يجب ان يتم استغلالها. كلام لامام والغير امام، مش كلام امام عاشور بس طبعاً طبعاً، لكن انت الاهلي بيفتح لك الباب وعليك انك انت تقدم نفسك بشكل زود عليهم. احمد كمان بدر بنون مثلا، بدر بنون كان مع نادي الرجاء، كان نفسه امنيه حياته تاخد بطوله افريقيا مرتين متتاليين ما خدهمش، لما راح النادي الاهلي خد بطوله افريقيا. مروان عطيه
كان بيلعب في نادي كبير زي نادي الاتحاد بيأدي هيأدي بشكل كويس ويكسب ماتش وكان دولي وكان دولي وكل حاجة. لما جه النادي الأهلي في فترة قريبة خد كأس مصر بطولة أفريقيا سوبر ولسه في دوري إن شاء الله ولسه في كأس ولسه في كأس عالم أندية. يعني الموضوع أنت بتتعب في كيان كبير، الكيان ده بيوصلك لحتة كبيرة جدا. وخلي بالك يا أحمد، كيان النادي الاهلي هو اللي معايشنا لحد دلوقتي باسم النادي الاهلي. أيوة. احنا كلاعيبه لعبنا في النادي الاهلي واستفدنا اكيد من خلال النادي الاهلي في شغلنا بعد كده، حتى لما خرجنا بره النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا بيعلي اسمك، بيعلي تاريخك. فانا بقول لامام مبروك، اهلا بيك في النادي الاهلي، عليك مسؤوليه كبيره ان انت لعيب دولي، لعيب كبير. لازم تحافظ على اللي انت فيه ده، انك انت بره الملعب وجوه الملعب لازم في التزام. واعتقد الحته دي في امام كويسه، واعتقد المنظومه في النادي الاهلي هتساعده على ده. ربنا يوفقه امام، لعيب كبير، لعيب مهم جدا، ان شاء الله نستفاد بيه في النادي الاهلي. صحيح.